ضيوف الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحت شعار كل الوسائل ترسم لوحة الانتصار، أقامت كلية الإعلام في جامعة بغداد مهرجانها الأول للأفلام القصيرة التي صورت من خلال عدسة الموبايل بمشاركة طلبة قسم الصحافة الإذاعية والتلفزيونية بحضور أكاديمي وإعلامي بهدف دعم وتطوير إمكانية الطلبة في مجال صحافة الموبايل. مهرجان أفلام الموبايل الرسالة الأولى على أنه تقول بإمكان أنه طالب الإعلام والصحفي أن ينتج ويصنع رسالة إعلامية تلفزيونية متكاملة باستخدام تكنولوجيا بسيطة هي الموبايل، يستطيع أن فكرة يجسدها ينضجها، بعد ذلك يستطيع أن يمنتجها ويستطيع أن يعرضها. المهم بالأمر أنه كيف يختار الفكرة المناسبة، وهذا المشروع بدينا نطبقه من الصف الأول، عبارة عن مشاريع متكررة، واكتشفنا أنه الطلاب متحسسين للقضايا المهمة، قضايا تتعلق ضد الإرهاب، ضحايا الإرهاب، قضايا تتعلق بالاجتماعية، قضايا المسنين وضرورة رعايتهم، الأيتام، قضايا تتعلق بالإدمان الإلكتروني. تضمن المهرجان عرض 10 أعمال للطلبة من مجموع 44 مشروعا قاموا بإنتاجها طلبة المرحلة الثانية، حيث شملت جميع الفنون الإذاعية والتلفزيونية، ومنها تقارير وتحقيقات استقصائية إضافة إلى أفلام قصيرة. الهدف الأول من المهرجان هو لمواكبة الصحفي العراقي للتطورات في مجال صحافة الموبايل التي أصبحت من الصحافات المتقدمة في العالم، وأصبحت المؤسسات الإعلامية العالمية تعتبرها من في المركز الأول. لذلك إسناداً للصحف العراقي بدأنا بتدريب طلبة المرحلة الثانية ضمن مادة فن الصحافة للتدريب على صحافة الموبايل. طبعاً عملي بين المهنية والضمير هو فيلم، عبارة عن فيلم قصير احتل مرتبة من ضمن الفائزين 10. طبعاً هذا اشتركنا به احنا 3 من قسم الصحافة الإذاعية والتلفزيونية، كانت المشرفة على هذا الدكتورة وشن السنجري. طبعاً أجري التصوير بالموبايل، أفلام بالكاميرا الموبايل. كما شهد المهرجان افتتاح معرضا للصور الفوتوغرافية بعنوان الفرحة للجميع للمصور المغترب سمير مزمان. يقيم المصور العراقي المغترب سمير مزمان معرضه معرض الفرح للجميع، وهو ينقل لنا صورة كاملة عن الحياة في السويد وفي أوروبا من خلال التطرق إلى الصور واللوحات. ل50 صورة موجودة كلها تتناول الحياة الإيجابية بالمجتمع، ولا توجد أي حالة سلبية، من ألوان، من حركات، من فرق شعبية، دبكات، رقص، بورتريت، كل هذه تنطفد انطباع حسن. آخر فقرات المهرجان تضمنت توزيع الجوائز على الطلبة المشاركين وسط بهجة من قبل أساتذة الكلية الذين كانوا فخورين بأعمال طلبتهم. كل الوسائل ترسم لوحة الانتصار، هكذا كان شعار مهرجان طلبة كلية الإعلام في جامعة بغداد، وبالفعل فقد رسموا بأعمالهم التلفزيونية التي صورت من خلال عدسة الموبايل أجمل لوحات الانتصار بكل تحد وإصرار. من بغداد، صقر منذر، قناة الولاء الفضائية.